السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير. اول ملحوظه شفناها النهارده في احد المواقع وهي قص السيراميك حوالين فتحه الدريشه زي ما احنا شايفين، فعشان كده دايما بنقول نخلي الدريشه من الداخل راكبه نفس نوعيه سيراميك الحمام. الرطوبه اللي احنا شايفينها دي نتيجه ان ميه المطر عليت عن النعله بتاعه السطح فنزلت سماعات جوه الفيلا. بعد كده الخطا اللي احنا شايفينه ده لان المقاول اخطا في المنسوب بتاع الحجر اللي اداه المقاول حجر قبل ما يشتغل، فبيظهر عندي الكات بيس اللي احنا شايفينها. هنا بقى من الحاجات المحترمه اللي احنا شفناها موضوع فتحه الصيانه بتاعه الباب الجرار. زي ما احنا شايفين ده باب جرار بيدخل جوه الجدار، معمول له دبل وول خلاص ومعمول له فتحه صيانه عشان السكه دي مع الوقت بتحتاج ان هي تتنضف او يتعمل صيانه للباب، فبنعمل فتحه الصيانه دي وبتتقفل بعد كده بجبسن بورد او سيمنت بورد، فدي بتبقى مهمه. بعد كده عندنا طريقه القص المحترمه بالخواشه لمخارج الميه والصرف في الحمامات. بعد كده ده شكل الالومنيوم بروفايل لما بيركب على البوكس بتاع الفلاش تانك، طبعا طريقه القص كانت جميله بصراحه. بعد كده ده عندنا جدار ليفت اتعمل بلاستر الاول وبعد كده ادهن ماده انتي فانجوس المضاده للبكتيريا زي ما احنا شايفين، فطالع شكله يعني حاجه محترمه بصراحه بعد ما خلص. عندنا هنا بقى التقفيل المحترم للجدار بتاع الدي بي، يعني الخرسانه طالعه بعد ما خلصت مع الطابوق سوا واحد، مش محتاج انحت حاجه بعد كده، فكان شكلها محترم بصراحه. الموقع نفسه نظيف تقدر تتحرك فيه بسهوله، ما فيهوش كشره، ما فيهوش حاجه تخاف ان هي تدخل في رجلك او كلام من ده. بعد كده للطريقه الاحترافيه اللي احنا شايفينها دي في طريقه تنفيذ الارضيه بتاعه الشاور، هو عامل البلاط بميول على الصفايه اللي هي الجريل بتاع الشاور، خلاص كل البلاطات مايله على الجزء ده، وطبعا البلاطه اللي هي ملاصقه للجدار بتبقى مايله ناحيه الشاور، ومركب الومنيوم بروفايل في الجدار وفي الارضيه عشان يتثبت بعد كده في الازاز. وده عندنا هنا الخلاط المدفون زي ما احنا شايفين. النقط المهمه جدا للاسف في ناس كتير ما بتهتمش بيها وهي نظافه الموقع زي ما احنا شايفين كده، حتى لو النجار لسه مخلص شغل لازم يبقى وراه على طول في عمال بتنظف المنطقه اللي كان شغال فيها، عشان ده بيساعدك على الحركه وبيخلي المالك حتى نفسه مفتوح ان هو تدخل الموقع، ما يبقاش عنده ازمه دايما في حته دخول الموقع يعني. ده زي ما احنا شايفين في بعض الاخشاب لاصقه بالخرسانه واماكن فيها تعفيش. بعد كده وهي تنفيذ الاعتاب، العتب السيكنس بتاعه بيبقى ال على 10، طول العتب على 10، والتداخل بتاعه على الجدار من يمين وشمال اقل حاجه 30 سنتي. هنا بعد كده عندنا الطابوق اللي كان معمول للجلسه بتاعه الدريشه، طابوق حراري، واحنا المفروض عارفين ان الثلاث اضلاع اللي هو اليسار واليمين والتحت لازم تبقى طابوقه مصمطه تمام، فده كان عامل طابوق حراري لازم الكلام ده يتعدل. الارشات نفسها للاسف بعد ما اتنفذت ما كانش فيه اهتمام بنظافه الارشات، هنا حتى القرش تنفيذه ما كانش طالع كويس. هنا البلكونه دي المفروض احنا عارفين بنعمل صرف المطر بنأسسه قبل الصبيه بتاعت سقف البلكونه خلاص، فما كانش معمول صرف المطر للاسف. بعد كده دي الطريقه الباكستاني لتنفيذ البلاستر للناس اللي ما تعرفهاش، وانا بفضل الطريقه دي عن الطريقه المصريه لان فعلا البلاستر بيطلع بجوده عاليه جدا بعد ما بيخلص. هنشوف دلوقتي شكل الجدار اللي خلصان، لو انا عالجته واهتميت بالمعالجه بيطلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وده بيعتمد ان هو بيرمي ضربه الشاور على الجدار دي فبيقلل الفراغات اللي ما بين حبات الاسمنت نفسها فبيطلع لك الجدار بالجوده دي. بعد كده نروح لمشكله عدم تخطيط بيبات الصرف في الحمامات، زي ما احنا شايفين بيدخل فيها كشره سواء بقى اسمنت او ايا كان، والبيبات بتبقى عرضه للتكسير. للاسف مقاول البلاستر ما عملش التجريح اللي بيتعمل في اخر 10 سم من البلاستر عشان لما اجي اركب النعله بتاعه السيراميك بالجلو تمسك في الجدار كويس.